واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم خليل من خليل جيمنج، مرحبا فيكم، اشكر الجميع على الدعم وعلى متابعه القناه. اخر فتره كانت القناه شوي حيه والكومنتات حلوه، واحب اشكركم شكرا جزيلا على المتابعه الطيبه هاي. انزين نرجع لحلقتنا في بانشتن. احنا اخر مره شو سوينا؟ سوينا مجموعه مزارع، وحبيت اكمل لكم من نفس المكان. الحين اللي بسويه في المكان احط مجموعه خدمات. شوفوا الحياه الكريمه، بحط مستشفى. قلت لكم هالمكان راح يكون شو؟ مركز خدمات، لان اصلا عندي قاعد يستوي عمال زياده، زين، والناس بتمرض. في واحد بعد طاح مات، زين، عند المستشفى في سيمتري، زين، في واحد عندنا مسكين طاح توفى، ما نسوي شيء. فالمستشفى اظني عدل انه يكون اقل شيء 65. انا حطيته الحين ولا ما حطيته؟ اظني محتاج مكان اطول. ايه محتاج مكان اكبر. فاذا السالفه محتاج مكان اكبر، لازم احطي هذا مثلا عند البيوت، ما ينفع نحطي المقبره اظني عند السوق، بعد احسه ما ينفع. دام حطينا المستشفى اظني منطقي يكون عنده هذا. اوكي بنحطيه هني، ولازم نحط لنا حد يعالج ترى. زين بنحطي حد يعالج لنا، لان العلاج شيء مهم، وايد 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 مهم. العلاج وايد مهم، فخلنا نعالج الموضوع عن بكرة ابيه. انزين الحين انا بنحطي فيزيشن، هذا حق منو؟ حق المستشفى. اوكي الخدمات هاي ترى نحن ما قاعدين ننتج اكل زياده سبتها، بس 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 المفروض ان نحن عندنا انتاج اكل مش كفايه. انا مفروض اني مغرق سوق اكل، المفروض حلو، وفاير وود المفروض يعني، لكن ما اشوف هالشيء. انزين عندنا 3 طلاب جايين قريب، حلو، بس بنسوي شغلات الاساسيه. بنسوي تاون هول، مركز المدينه بيكون على البحر. احس فنان لازم يكون على البحر هني بروحه. هذا مركز المدينة على البحر هني، اللي يبي يعطي زيارة خفيفة هني. زين تاون هول، غلط الشارع، حبة غلط. زين بيسوي بيلف احسن من انه يخرب. زين تاون هول ابى الشارع يلف حوله، ابى الشارع يلف حوله. اوكي شو عندنا مشكلة؟ ريزيرفر في ستون ازلو. ما عندنا شو خشب، بنسوي كويري يا عيال، لان عندنا ناس واقتصادنا ثابت. كويري اسويه هني يا جماعه عند المزارع وهذا، ولا ابعده هني؟ والله يبالي الكويري هني يكون، تكون صدق صغيرون هني، او يكون مكان عمل قريب يعني، مثل ما تقول ما بعيد. خاطري احطيه هني مكان قريب صوب المزارع. للاسف ما اقدر احطيه اذا مش مضبوط 100%. لو يقص من مساحته، انا كنت ابغى حتى لو يقص من مساحته، بس ابغى المكان ابغى امتد انا على البحر. زين فاذا الوظائف مركزيه انا برتاح يعني، هالفرجان عقب بنمتد فرجان صوب الثاني، ما نمتد هني. فاظن هني بيكون اوكي، اتوقع بيكون وايد اوكي عادي يعني. فخلي يبنونه هذا، ولان نحن جايين 3 اصلا. زين وخلنا نشل الريسورس اللي هني عن بكرة ابي. انا قاعد امسح مناطق عن بكرة ابيها ريسورسز، وقاعد نستهلكها كلها. لحظة انا هني عندي اذكر وايد حصة، هي هني في وايد حصة وايد سوالف. خلنا نشل هالمكان بعد، لان انا خاطر امتد على البحر هني اسوي بيوت وممرات بالطريقة هاي يعني. ما من بخاطري ان اسير اسوي في نص الادغال والغابات وهالسوالف. لكن عندنا الحين الحوايج تقضي، والله عندنا موارد سيده عندنا موارد نايس. ما اظني احتاج بالناي ثاني، بس انا معتمد ان عندي 3 بيتخرجون،
الثلاثة تخرجوا، أتمنى يجيبون الستوك قريب السوق، شوفوا كل الوظائف قريبة. بس خلني أشوف لحظة، إذا بسوي هذا الماين، أيوة شوفوا أنا هذا اللي أتكلم عنه، شوفوا نقدر نحط منجم نرصه، إذا أقدر أرصه عدل أرم أرص منجم ثاني بعدين عنده صح، فهني بيكون زين. بس الحين ما بحط المنجم حق الحديد، المال حطي هذا، هذا عبارة عن حفرة كبيرة بس ينزلون تحت يبون حصة. حد يلعب ماين كرافت كل ما تنزل تحصل شيء ثاني. انزين الحين بنحتاج شوية وظائف ثانية ترى، انا بس اساس هيربلست، انا ما حاط هيربلست، حاط هيربلست لحظة قدر الست هذا، انا ما حاط لي بالعشاب، كيف نسوي دواء؟ لازم اللي يسوي اعشاب عشان يسوي دواء. بنحطي هذا هني، وبنحجز حق واحد من الخريجة راح يكون شغلته أعشاب، والاثنين الباقيين حصى. شوف الفرق بين المهنتين يعني وايد ترى. زين تاون هول شو ناقصنا؟ ناقصنا حصى، أربع حصايات ناقصنا أساس إنه يسوي. زين يلا تخرجوا من المدرسة يعني، ممكن زين بسوي ليبر واحد، وبنيب وين الستون كتر هذا؟ ايوه واحد ستون كتر، شوفوا عبارة عن حفرة يشيلوا منها حصى ترى، بس كأكل اظني نحن اوكي للحين، اوكي اظني هاي كمية الاكل بتكفي، لان في عندنا اكل في كل بيت، بس حساب الاكل وايد صعب لان هذا يحسب لي الستور زين، وما يحسب لي هذا. خلنا نزيد البيوت، محتاجين عمال زيادة. اوكي بنزيد البيوت، بس البيوت اللي بنزيدها بتكون بهذا الاتجاه. شو الخطة اللي كنت اقولكم عنه؟ بتشوف كيف الشارع يمشي. بس انزين بنحطي لنا بيوت، من هالنوع على البحر، احس حلو مكانهم بيكون على البحر. والله نسيت اي نوع سويت، لحظة اي نوع سويت، خلاص بفترض ان هذا النوع. خلهم ينتجون هني، متخنة على اليمين، صبر متخنة على اليمين، بنحط الشارع هني. انا والله محلل البلدرز مساكين، بني بالشارع هذا من هني لين هني. اوكي هذا حق اذا حد بيداوم في الستون كتر ولا في هذا المكان. شوفوا يينا من وين يينا، كم وظيفة؟ 15 وظيفة هني اروح احطي. زين ابغى ازيد بعد اكل، انا عندي هوس اكل في الالعاب استوى خلاص. شوفوا كم عنده اكل هذا الحين، انتو بذمتك 4 انفار تاكلون هذا كله؟ والله انكم مكارين. ما اخذ اللحم كله، ربيته، في ناس ما محصلة لحم. كم اكل عندكم يا حبيبي؟ اكل جيش ماخذين، اكل جيش. انزين قبل اني احطي اكل زياده، شو بسوي في الناس الزياده؟ انا اقولكم عندي مشاريع جاهزه حكم ترى، اللي هو ابى احطي اللي الخدمات المتكامله يعني مثل ما يقولون. وين صار هاي السوق؟ ايوه هذا بنحطي تيلر خيار كلهم في السوق طبعا. زين بنحطي لنا الشارع هني، بنحطي لنا عندنا 6 طلاب. اوكي اقدر شوي احطي زياده، مو مشكلة خليه يتم بدون وظيفة شوي. هذا يخلينا نسوي تريد، بس اظن لازم يكون عندنا روت بحر ولا اي يستوي عندنا مكان تريد، بس عقب تريد مش الحين. انزين ونقدر نحطي اوكي هاي يسوي لهم ثياب بيحطي في السوق، هذا بيسوي لهم تابرن ماكس سيتيزنز هابي اللي هو نفس بار ولا شيء ولا من هالسوالف تعرفونه، هذا مكانه بيرفكت عند المقبرة، ما حصل يستانسون مكان ثاني. انا حط والله المقبره مكان غلط، لازم اغير مكانها،
في حد هنا اصلا مدفون؟ لا ما في حد، اصلا عايش قبر بس. زين بحطيتها برن هني. اخ والله حاط لهم اياه مكان زفت، خله اذا بيشرب خله ياكل مره، تبني تشوف ينان وكلها خله يستاهل. خايس يبي يشربه، خله خوفهم، خلى الشرب يكون رحله خوف. انزين الحقت هذا بس. انزين انه خياط، نبى خياط. كليرك شو شغلته؟ تشابل 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 بيكون. انا ما بنيت تشابل صح؟ والله المفروض المقبره عند هاي عند الكنيسه دائما. هم ما في لها رينج هاي؟ لا ما في لها رينج. ممكن نخليها هني في الوسط، يعني نسوي لها شارع زين، ونسوي حولها شغلات. شوفوا بنحط هني شارع، هني بيكون في بيوت زيادة. الناس نص نص الحين، بس ليش ما اعرف. زين يمكن لان التشابل هي المشكلة كلها في التشابل انا اتصور. فبنشوف شو اقدر اسوي. نشوف شو اقدر اسوي. خدمات متكاملة في حلقة واحدة احسها صعب، لكن تستاهلون. بحاول اتكتك لها عدل. انزين الحين اللي ابا مسكين واحد مات من القلب، فيه القلب مسكين مات. ها في واحد بدل مكانه مسكين، خذ وظيفته، خذ وظيفته بعد مات على طول، بدلنا وظيفته. انزين خلينا نحط لنا ماي عند الناس هني، خل عند الماي نحط لنا ماي هني. وين احط ماي؟ وين احط ماي هني؟ الدرب هذا ما بيسوي فيه شيء، خلنا نحط بير هني. زين بس ممكن نحط الشابل بعد هني ترى. وين صار الشابل هذا؟ ممكن نحطيه هني اظني. ايه مش اظني، ممكن يعني المكان هذا بيكون مركزي اكثر من ما تخيلت انا اذا حطيت هذا هني. زين بحطي هذا بعد، ما اقدر ابني هني اصلا. اوكي نقدر نحطيه هني، مكان حلو. هي هذا المكان زين. وبحطي ورا الشارع طريقة هاي، هذا ما بخلي شارع، خله مثل ما هو. زين وها بخلي فاضي حاليا. في ماي عند الشابل، والله زين الكنيسة يكون عندها ماي، هاي شيء زين وايد. بس نحن ما عندنا وايد بناين، وكل هذا نحن تريها التسعة يتخرجون من المدرسة ومش طايعين يتخرجون، مش عارف ليش. زيرو بيشنت، ما عندنا ناس مرضى. حلو جريبز ماشي. انزين بما ان عندنا كنيسة هني بنسوي مقبرة وراها. شوفوا انا اشوف المنطق نسوي المقبرة ورا الكنيسة. فخلنا نشيل الشوارع اللي هني. لحظة، الشوارع ريموف رود. خلنا نشيل الشارع اللي هني. ابى اسوي الجريف يارد. هي يستوي هني جريف يارد عود، بس مش عند الناس. لا عند الناس بيكون غلط. بس وين مكان مش عند الناس؟ هني. هذا بخليه خلاص، يعني الناس اندفنت، لا يجوز شرعا يا اصدقائي. بس عند الناس ساكنه هني احط بيوت احسن. ممكن احط جريبس هني مش هناك. اذا التزمنا مكان بحطه هني. اوكي حطي بابا للصوب الثاني يعني وخلاص، ولا الورا هذا السكول هاوس المدرسه، لان احس حرام. احنا الحين بنرفع مستوى الاكل والسعاده، بس الاكل صعب. زين انت شو اخبارك؟ نحن ما تخرجوا، عندنا 10 نترياهم يتخرجون بس لجل عيونك ووفى عليك يعني، بس من يتخرجون العشرة هاي بدامون عندك وايدين منهم، لا تخاف. زين خلينا نزيد واحد عندك، شو رايك؟ بنزيد واحد عنده، بننقص الليبرز عساس يزيد، عندنا ما عندنا حصة يا جماعة، ما عندنا حصة خير شر. والناس ما تخرجون يعني، من يدخلون مدرسة ما يتخرجون. انزين بيوت هاي بعد ما انبنت للحين، من يبنون بيوت بيستوي عندنا الناس زيادة بعد. الحين عمدا قاعد ازيد عدد الناس، بس شو اللي محتاج اسويه؟ محتاج اسوي هني قاربين، محتاج اسوي قارب عند هالبيوت بعد. ما بسوي ميني انا، بسوي قارب ثاني. ولا نسوي مزرعة بقر، مزرعة غنم.
تسوي مزرعة غنم ايه بيستر انزين، بنحطي عند الشارع نحطي عند الشارع هني اوكي، ومن ينبني الناس اللي بتينا اثنين يدومون فيها، بس بنزيد اكل اللحوم، بنزيد شوية اللحوم لان هني منطقة عندنا انتاجية عالية صح، الوظائف اكثرها مشغولة هني، عندنا محجر هني بنزيد واحد بعد يشتغل هني، البيوت فيها احس فيها اكل، البيوت كلها احس لو اصير اي بيت بحصل اكل، هي في وايد اكل عندنا مش شوية، دام في السوق اكل زايد، هي شوفوا في السوق اكل زايد معناه انا احس ان نحن اوكي، احس ان الاكل عندنا زين، خلينا نبتدي في الناس والسوالف. الماركت هذا بس ما يغطي هالبيوت، ابني ماركت ثاني، ممكن نبني ماركت ثاني لان في عندنا بيكون هنا مركزية للبيوت صح، فخلنا نشيل اصلا، شوفوا دام ان الوضع مستدب زين خلنا نبني هني، وبسوي سوق ثاني اللي هو الماركت اللي هو هذا هني تقريبا، اشوف وين يغطي هذا، اوفرلاب شوي مع ذاك حرام لان هذا يوصل لين هني اوكي، ابى اسوي الماركت يغطي مساحة اكبر هني، لو يروح الستور بعيد مو مشكلة، بس شو انه يغطي هالبيوت والبيوت اللي جاية في الدرب في المنطقة هاي كلها بتكون بيوت، فنقدر نحط جريف يارد هني في الوسط، شوفوا ايوه عدل الشارع نايس نايس، اقدر احط حوله بعد شارع انا ابجريد هذا، بحط 2 3 فندرز هناك الحين ولا واحد بس ما عندنا مشكله يعني مش وايد اللي بنحتاجهم، يعني اللي زين متى بتخرجون هاي ذبحونا ذبحونا متى يتخرجون 200 سنه انزين، لان نحن عندنا بيت هنا وياسين نبني مواقع، فشو بسوي بسوي هنا بعد ستور ستوك بايل هني بسوي اساس ما يوصلون اخر الدنيا، ستوك بايل اظني كبر البرن ان شاء الله، قاسي عدل قاسي مو بعد اللحظه، فشو بسوي سوري انا اشيل هذا، لا 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 هاي شلو 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 هذا زين، بنحطي حظيره هني حظيره التخزين، تعالوا شلو والله مو بويها الحين حطوا فيه سمان وما يبي يشيل منه سمان، لازم يشيلون سمان اول، شتا يعني منو شغال فيكم شتا، مو عندي ولا ليبر شغلنهم كلهم كلهم ليبر اصلا عادي، في حد مات صح اي مات شيب مسكين شيب، بس عادي في حد بيجي مكانه معلي ان شاء الله زين، وبنسوي لنا تخزين ثاني جنبه زين، وبنحطي شارع نوعا ما ورا، اي ثينك اتس اوكي اتوقع عادي، بس انه هني خلاص الحين حطوا سامان قريب هني خلاص ما يروحون اخر الدنيا، خلاص خليه يشيل هني خليه يشيل الحظيره هني خليه كل اللي يشيل اكل هني، لان هني بعد بيكون في انتاج اكل على الاغلب، ابى احطه هني بعد ما عندي ناس تشتغل عندك شو اسوي يعني، شيب خلنا نسوي شيب زين وشغال مو مشكلة، بس محتاجين آخر ليبر عنا، خلنا نستغني عن ليبرز، خل حد على الأقل يسوي شيبس، لأن هاد العشرة اللي عندي بيدرسون 10 سنين شكلها، خل صبر اللعبة أسرع شيء والله أسرع شيء اللعبة، انزين فاير وود از لو، أوكي ما عنده خشب هذا ليش؟ كيف ما عندك خشب؟ فانتو لازم تيون ريموف ريسورس يعني مرة، والواحد الزيادة اللي يا عندي يشتغل في الفورستر لوج اوكي، على اساس ان هذا بيطلع لنا فود زين، وهاي اللي هني ثلاثة يشتغلون يطلعون حصة حق المدن كل شيء ينبني، هاي اللي يطلعون حصة مساكين زين، والماركت اللي هني ما اعرف متى بينبني،
تشوفه مليون شيء عنده. يجيني كل شوي عامل، يجيني كل شوي واحد يتخرج، انا قاعد احطيه في وظيفة يعني، لانه اصلا فل. زين خلينا نحطيك انت وظيفة هني اكل. زين اكل والله عنا وايد ترى، اظني بس اكل خلاص. لا مش وايد، مش وايد ابدا، مش وايد. اشوف هني ناقص، بس العالم يعني جالسة تخزن وايد، عنده اكل. بس زين اللي عندها وايد اكل يعني وايد ينتجون اطفال، معناه وايد نرتاح. انزين خلنا نحط مجموعة بيوت هني، خلو نبدأ أول ستون هاوسس. هلا تشوف شو الفرق بين الستون هاوس وهالبيت فنان. إن شاء الله ما أندم. هذا ما بيركب. زين حطي 4 ستون هاوسس. أنت تعال شو سالفتك؟ تعال 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 تعال. شو السالفة؟ has no job. كيف ما عنده وظيفة؟ أنا أدور ناس تشتغل، أنا أدور شغل. هيرزمن ها، هذا no job. هذا ها، وها شو؟ أوكي أوكي أوكي. الحين أظني بيون عندنا هيرزمن. ايوه انا محتاجكم تشتغلون هني. واحد بس نبى، ما نبى اثنين. اوكي اظني واحد بيحل المشكله. شو السالفه؟ في ناس ما عندها وظايف. No citizens available to work at this physician. اظني توفى ذاك مسكين. انزين الحين نبغى خياط، خلنا نمتع السوق يعني. يا الله كم نحتاج ناس، يا الله كم نحتاج ناس. انزين بنزل، والحين ما عندنا مشاكل اكل. بلدر واحد بنسوي، بنحطي واحد هني. اوكي بنبدا نحطي لهم شوي شوي. 500 بس كفايه الليمت. هذا كلو سلمت 250 وايد اتصور بيكون. ابل بيريز تشيري بيتش، عندنا وايد بيريز نحن صح؟ ولا اقول اظني هي عندنا بيريز وايد نحن. اوكي عندنا بيريز وايد، بس ليش ما قاعد ينتج؟ ليذر 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 فش بين بيريز، عندنا بيريز. هذا هو. شو بعد غير تقدر تسوي؟ بيريز عندنا، دبر عمرك سو. ها ياب 25 بيريز بيسوي لنا كحول. انزين هذا في واحد يشتغل، هذا في كل شيء. انزين ما عندنا ناس زيادة، عندنا واحد يبني مسكين. يو النكبة، يو يا النكبة. ناس نبى ناس زيادة، من كثر ما اندقيت في اللعبة هاي قبل في الأكل، الحين أحس إني لازم أسوي مقبرة ثانية. خلنا نسوي هاي. زين أحس إني وايد سويت أكل أكثر من إنه ممكن أنا حتى أحتاجه في لحظة من اللحظات. ما عندنا مشكلة، هذا بابا خله هني على البحر، خله يبنونه. هبي بسامان بروحه، ما عليكم، وبينتج وبيشوف أموره. زين بس ما أحب الورنج اللي يطلع. No labor is available to this. عندنا labor. زين زين اذا في شيء بيطلع لي علامة لحظة، بس ما اعرف وين داوم، ما اعرف وين داوم. الناس توفى اوكي، ومثلا عن عمر ولا غيره. نحن محتاجين هربلست بعد، ونحن ما قاعدين نحصل ناس ما في الكفاية. فخلي اسوي فريج، هذا اسوي فريج ضخم. لحظة خلنا البلدر هذا خلنا يتهور شوي. خلي البومة تخنا ورا. اح مكانهم غلط.
لحظة. كانوا غلط. في أكثر واحد من المدخنة ورا. أنا على أساس إنه ياس أخذ شيء فيه، أنا أعرف شو أرجع له عقب المبنى. آخر شيء طلع أكثر مبنى يضيع. انزين، خلنا نحط مباني هني، وبنحط بيوت هني. خلنا نمشي على قدر الإمكان نوعا ما كثيم، يعني يعتبر بيوت حكومة كلها لازم تكون معظمها نفس الشكل، مع انه والله المبدأ قام يختفي، بس يعني المبدأ اللي بستعمله في اللعبة. زين، هذا للحين ما بنو، هذا الماركت من متى للحين ما بنو. هاي عندهم اكل، عندهم كل شيء، ايه عندهم كل شيء، اكل بزيادة عندهم ترى، في اكل، في اكل، لانها بعد ينتج لنا اكل الحين، لحوم اظني، خرفان. بنسوي لنا كم مزرعة زيادة إذا استوى وايد ناس عندنا، بس الحين نحن ننتظر ليبر زيادة، ننتظر كذا زيادة، ما محصلين أصلا يعني. زين، نبا ما عند أكل، أوكي، بعدين نوصل مشاكل أكل مرة ثانية. ما عندهم أكل لأن الماركت ما جهز، فخلونا نعطي أولوية حق الماركت. خلنا نشوف إذا بيبنونه. خلنا نسوي ليبر واحد واثنين شو اسمه، وبنحط الناس اللي بتي وين في السمك. زين، شو بنسوي؟ بنجيب الاكل، فود ريسورس، فيش، هني او هني جنب بيت لا هني، اوكي، وين الناس تشتغل، خلهم يجيبون سمك من هني، اوكي، بالناس اللي بتجهز عنا بنحطيهم في السمك. هني يبالة اثنين بس، هني كم يبالة؟ اربعة، هني اربعة، بنحطينا واحد يمكن زيادة هني، هني بنوزع المكان يعني. بس ما عندهم اكل حاليا، وهي هي مصيبة المصايب. ماتوا من الجوع على طول، يموتون، ما عنده وقت. ما بعيبنا الوضع، مات، انا بموت، اوكي، ما صحيح، هاي المينان على طول يموتوا. مشكلة عندنا في الحصة. زين، بينا الشتاء وبنجمع الحصة كلها، اوكي، مقابر انترست، خلنا نشيل هايل كلهم. زين، لحظة، ده يكون هدم شيء ثاني، لا، ريسورس يا بابا، ريسورس. انزين، الجماعة عندي قاعد يموتون من ال يعني من اليوع، مع ان كان عندي اكل ان مش طبيعي كان. ولا الماركت متى ترى ينبني؟ شوف شو استوى اخر شيء، شوفوا شو صار. ما اعرف هل بلحق ابني، اهم شيء بلدرز مالي. كم باينر عندي انا؟ ولا ماينر، تون كتر واحد شغال. الجماعة وضعهم منتهي، الشتاء جاي ما اعرف شو بيسوون. بس اذا بنى عندي هذا الحين، بس مشكلتي الوحيدة في الحصة يمكن. زين، ف انا اعطيه اولوية، مشكلتي الوحيدة يمكن بس في الحصة في هذا. فشو بسوي؟ ابيب هني اكل، لان هذا الاكل لو اياه المفروض انه يحل لي مشكلة منه. بوزيشن الليبر الوحيد اللي عندي اياه بشغله في المستشفى. انزين، هاي مصيبة ثانية، مصيبة المصايب. ايه، قال خدمات متكاملة، استعجلت في الخدمات المتكاملة، قلت لكم الاكل والله انه هاي مصيبة الاكل اللي عندنا في اللعبة هاي. انزين، الحلو في الشتاء تشوفوا كلهم بيروحون بينظفون الموارد كلها. الحين بما ان هذا محجر اصلا، شو بسوي؟
حسب ما يروحون بعيد. واحد اثنين شارع، في واحد مات مليوع. احي الصفر اكل، هاي ما يبوا بيوت اكل من السوق، لانه انت ليش يعان؟ لحظة، سؤال، انت ما عندك اكل؟ هي والله ما عندي اكل، ما عندي الا يدفى مسكين. يا حبيبي مقابر شو فل؟ اي والله المقبرة فل. والفاير وود از فيري لو. هذا وين لازم يروح حسب يجيب؟ يروح لازم اخر الدنيا. خلنا شوية معلة. ليش الموارد اللي عندها هاي هني؟ زين، ما ان الشتاء العالم قاعد تشتغل. والله يبون الحين شوي حصه يسوون خير. انا محتاج شوي حصه على اساس اني اسوي الماركت هذا وشغل فيه حد يجيب اكل اذا بيلحق يشيل الاكل من الثاني، او اني بضطر اني اهدم هذا كله، بضطر اني اهدمه كامل. يا حبيبي ما عندي حتى هربلست هني. تخيلوا من كيف كانت القرية بطرانة للقرية دمرانة، لأن أظني الماركت. أنا أتصور من تصوري الشخصي إن الماركت المشكلة الكبرى في الماركت. إنزين، عندنا 6 في المدرسة مش طايعين يتخرجون. الأكل الحين بيكفينا بشكل عام، لأنه هو يكفي هذا العدد مفروض. أوكي، في أكل في السوق، في أكل في السوق، وما فيه في وما فيه أكل في السوق. وضع صعب حاليا، أصعب شيء تطلب منه أكل. فخلنا ننزل 2 هني، نزيدهم في هذا المكان. نوعا ما غلط، بس محتاج الناس تبني، لانهم اذا ما بنوا خلنا نسوي واحد فيهم ليبر، لان اذا ما بنوا راح نتوهق. لان حتى لو بينا الشتاء ثانية الحين، هاي بيجمعون الاكل الحين. نوعا ما اللي ما عنده اكل بيستوي عنده اكل الحين، لانه شو صيف. والله مش سيء الوضع وايد، على كثر ان ما انا خليته يستوي سيء. فشو بسوي؟ صبر، ما يكون عندهم بيوت. زين، خلنا نهد هذا كامل. زين، ونحط تبديل 2 2 4 6 8 8. حط 8 بيوت، 1 2 3 4 5 6 7. لحظة، وين يوصل؟ 8 يوصل لآخر شيء، 8. زين، بعد وين يوصل؟ لين هني يوصل. اوكي، بنحط بيوت ورا الكنيسة. 1 2 4. زين، خلنا نهدم البيوت الباقية كلها. زين، ونشوف الحين اساس كلهم يكونون في سوق واحد. ما امسخ الموضوع، حلو، خلي يهدمون كل شيء. ناس ما عندها بيوت برايها، بس يرجعون هني اخر شيء، اساس انه يكونوا في نظام منه السوق هذا اللي موجود الحين، يعيشون حول السوق هذا. لان اذا بسوي وايد اسواق بتوهق، وعلى الاقل قريب التخزين. ادري ما عندكم بيوت، ادري، اعرف ما عندكم بيوت، وكل هالبيوت محطوطه حقكم ترى. فشو بنسوي؟ الاولويه حق بناء البيوت هني وهدمها هناك. واذا ما تخرج عنا ناس الحين بنتوهق خلاص. انا متوهق. فشو بسوي؟ بنقص فورستر واحد، بزيدهم فوق. حبيبي فيشرمنز قاعد يموتون صيادين. بندر بنزله واحد، خليه يروح دوام ثاني. برور مش شيء اساسي برايه. زين، ستون كتر نبا، تيتشر نبا، فيزيشن نبا. اوكي، الحين هاي اللي انا شليتهم وظايفهم بيشغلون وظايف ثانية ديرك، شفتوا؟ فبيشغلون وظايف نفس وظايف نحن محتاجينها حاليا. كلهم قاعد يموتون من الجوع. المشكلة الوظائف اللي هم قاعد ينتجون الأكل قاعد يموتون من الجوع. فهو ينتج الأكل لكن ما يأكله،
للأسف يعني. بس تو ما عندنا بالدرس. بيتي وغيرهم، بس يبغى شوي صبر. عارف انه ما عندي اكل. فايروود وزلو بعد. فايروود وزلو. فايروود وزلو. انا عندنا مشكلة في الحصة فعليا. اي اكل قاعد يجينا قاعد يختفي. مرة. يختفي من الاخر. نسوي ثيابنا حكى عندنا خياط صح؟ خياط مات. هل الوظائف اللي عندنا هاي مهمة؟ لحظة، هذا كنا عايشين بخير ما غيره، بنحطي صياد، خلنا نشل المدرس حطي صياد زين، بنشل الوظائف اللي تأخر علينا الناس تشتغل، خلاص نبى ننتج ناس تشتغل، شوفوا حل الأزمات هاي، بنتج ناس تشتغل على طول. بس عندهم بيوت، خلهم يجون في البيوت، ما عندنا مشكلة. ممكن تعديل الموضوع، ما عندنا مشكلة. هذا لا تشتغل خلاص، برايك انت، برايك عادي لا تشتغل. سكول ما نباك اصلا. فاير وود نبى، بس هذا ما عنده خشب يجيب من قريب، بيروح من بعيد يجيب خشب فيطول. انزين نبى في الشتاء الحين المزارعين مالنا بيشتغلون عدل، بيجيبون كل شيء حقنا. توقعت أزمة اقتصادية لكن ما تلاحقت على مع اني كنت منتج اكل وايد يا جماعة، بس اظني هي غلطة الشاطر بألف. هاي الغلطة اللي هني قتلتني ترى، لولا الغلطة اللي هني اوكي. يو عندنا خمسة فارمرز على طول، عشرة لا ثمانية فارم صيادين، سبعة بلدرز ثلاثة، خلي يزيد سرعة الشغل هذا البناء والأكل. خلنا نشيل فارمرز، لحظة فارمرز خل بشيل اثنين، بزيد فيشرز واحد واحد هني اوكي ممتاز مو مشكلة. فيرود اظني شوي بيتحملون اظني، في ناس كانت شلة من قبل فيرود. شوف من يهدمون هذا الحين بنفتك شوي، بيجون هني. شوف من لغينا المرحلة الدراسية قمنا نجيب عمال اكثر. والله عنده تولز، شو هذا قاري عنده؟ اي والله بانشت ما عندهم ولا شيء والله. ايوه الحين شوي بيستوي عنا اكل. ها صبر صبر، بيستوي عنا اكل، وابى احول هذا المكان فايرود فيه. اوكي فايرود ما عندنا وايد، فشو بسوي؟ بتري الناس التي، بشغل فايرود هناك. الحين الناس ما عندها بيوت وما عندها اكل، حلو. الحين بنبدا نبني بيوت، بيونا ناس بنحطيهم كلهم في الاكل، كلهم مرة بنحط مارسية سمك هنا بعد. حطي هذا هني، حطي له شارع بعدين خلي يبين المكان، بنحطي في السمك لأن في ناس جايين جايين. عندنا 9 أطفال وعندنا بيت قاعد ينبني، بيت بيتين 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 بيت جاي، 20 بيت بيستوي عندي طفرة ناس كلهم في إنتاج الأكل، كلهم كلهم مرة إنتاج أكل، ما في واحد ثاني. وفي ناس عايشة مع ناس، في ناس عايشة تنتقل يوم تحصل بيت عمره 15 يمكن يتزوج، معقول عمرهم 15 منتجين؟ شوف عمره 64 هذا بيموت، عمره وايد كم عمره؟ زين بيت فاضي عندنا. احللكم اياها ولا ابدا جديد؟ ما بكمل هالخه، بوقفها هني.
تريهم شو يشتي في الحلقة القادمة. يلا أشوفكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.